مش بيسمح بده خالص، مش بيسمح. مش بيسمح انك تقعدي مكان فيه؟ طب وانت ليه تقعدي مكان فيه اختلاط الاول يا انسه هنا؟ ليه تقعدي مكان فيه اختلاط شباب وبنات يعني؟ ببقى قاعده في الكليه في مكان ان انا عارفه فيه الشباب. ماشي، بس مالكيش علاقه بيهم، هم قاعدين في حالهم وانت في الركن البعيد الهادي لحالك مع صاحباتك، صح؟ لا، ببقى قاعدين كاتين كامل شباب وبنات. انتوا قاعدين فريق؟ خلطبيطه بالصلصه ليه كده؟ طب هنا ليه بتعملوا ايه كلكم مع بعض؟ نبقى قاعدين نتكلم عادي. لا مش عادي خالص، اسمعينا حلوه، تعالي لي هنا يا جميله، تعالي لخالتك هاله. لا بيعتبر ان من حقه يفتش في تليفوني. لا يعني طب هجاوبك على حته التليفون دي، لكن في كارثه اولانيه لازم نتناقشها مع بعض، موضوع التليفون ويفتش فيه. ايه تاني؟ ومش بيسمح ان انا اتعامل مع حد ما يعرفوش. اوكي تمام، يعني ولا ابوكي يسمع عادي. طب اسمعيني اسمعيني يا هنا حبيبتي اسمعيني. اولا خلينا متفقين ان طول ما احنا تحت سقف رضا الله عز وجل وقال الله وقال الرسول، تمام، احنا في التمام. اسلامنا قايل ايه؟ ربنا امرنا بايه؟ النبي عليه السلام امرنا بايه؟ لا مفيش الخلطبيطه دي. يعني كان في صحابي نسيت اسمه، كان في صحابي كان النبي عليه السلام جه لقى معدي قاعد في وسط النساء، الصحبه بقى ومهبت وهكذا يعني، واحنا قاعدين بايه بنتكلم، فمشاف النبي قام قال ايه، كان ليا هنا ابل كده شارده وكنت بدور عليه، تمام، والنبي ومشي. فالمهم دي دخل المسجد فلقى النبي عليه السلام لقى بيصف، فطول في الصلاه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له طول براحتك انا مستنيك. لازم يقول له، لازم النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ويوضح له. وفهم الصحابي والنبي طبعا امره، طبعا مفيش حاجه اسمها نقعد مع حريم ونحكي وبتاع، ساعات بتبقى القعده حلوه على فكره ونقعد ونحكي، لكن نساء في مكان والرجال في مكان. احنا شله في الجامعه، انا مالي ومالي الصبيان ضايق مالك ايه؟ محرم ليك اللي قاعده؟ لا ما شكرا. ايه اصل احنا الجروب بتاع تمام، الكلام على الجروب على على قد البحث وعلى قد اللي بتاع العمل اللي هنعمله على الجروب في العام، لا في خاص ولا في كذا ولا في بر. اهلا محمد، ايه ازيك يا محمد، عامل ايه؟ شفت انا اللي انت عملته؟ مش الكلام ده. الاختلاط لا. الاختلاط لا. في الضرورة منها الموت، عايزة أقول لكم لا غلط. فالجزء الأولاني سواء خطيبك أو أبوكي يعني، بس هو في الأصل دلوقتي لأن أبوكي الولي ما ينفعش، وأنت ذات نفسك من جواكي ما ترضيش بكده. لكن لا إحنا في كافيتيريا الجامعة وهم في مكان وإحنا في مكان، يعني ما هو كده، بس أنت قاعدة مع صحباتك مالكيش دعوة بيهم، ما فيش كلام بيوجه من الترابيزة دي للترابيزة دي، أو نجيب الكراسي أو نعمله غديوة مع، مش كده، تمام، متفقين. فالنقطة الأولانية سواء خطيبك أو أبوك أو الولي أو أنت دينك علاقتك بالله سبحانه وتعالى رقم اتنين. ليه؟ السؤال التاني بقى، ليه إن الخطيب يفتش في موبايل خطيبته؟ لا، ولا أبوها ولا أمها ولا أي حد. من نظر في حاجة أخيه بغيره كأنما نظر إلى النار، لا ولا تجسسه. بس هو في حاجة في الموبايل بتستدعي الشك؟ تفضل، بس بعد كده كل واحد له خصوصياته، ما ينفعش ولا تجسس لا هو ولا غيره. رقم ثلاثة، ما بيسمحش اتكلم اي حد هو ما يعرفوش، مش هو بس، والاب نفسك وانت ذات نفسك يعني، دونت توك تو سترينجر، ده حاجه بيعلموها العيال في ثلاث سنين في الحضانه، اوعى تكلم الغرباء، حد غريب هتكلميه بيعمل بيه ايه؟ لا لازم يبقى هنا في ضوابط للتعامل مع الاخر، لازم في ضوابط للتعامل مع الرجال، اعمل ايه معاهم والدنيا وايه الحياه وايه كذا، ده اللي نخلي بالنا منه.